قدومي هراء قبل كسول أهنا كسمها قدوميها قصيبة قبل كسول من صفي عبد الشين أيا دقنين ودري أصحابتها معارض كي سومال لأن ما أنت كقيب قل يا مناسبات اللي قدها فريي ديوان قلين تعود بحياشة قبل كسول قدوميها أيا بين يا إن حسبي قوداني ما لنمدي شلي صور تاقين إنا قدها إسو قلا مقالا لأسعانود وحانا وشيقي إنا حق إليه إنا إلاليان شريوضة إيا لك قدها كوميشن إسلام مركا أنا صور تاقين هدي حسبيادو أي سميان أولا لك أي كرة سنة أن تاجريال سيان وافق سنة شرعية. وحضور يعني كم دام فرصة بقول كاي إن تجلسي أما الله الله حسبي رقرك وحوي قول كاي جوتان واتجرن إسابيشن وما بعنا بوك بوك يسمو تين وما بعنا وحن كحنا إن عالم الله هو مجال من حديدة يلا حيل كبير هاي وحضور هنا إن نقول عقل 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 إن الله احترامي وكميشن غرقة iyo على تو حوار بعيد رو قري حس بيجي قرن كه ودني ولو ديفين ويا سوق هو ورك أنا وبلا سام كم بين ليه لكن أنا كه أنا ودني لا بقى وبلا سمي على بقى أنا كه أنا والله أنا حس بلو ديفين متر لكن شرعي قاكم بيشكا وأنا كده ما يروح حتى كده بيا هذي ودني بتبع على مولا سوق هيو دورش لك يعني أما حس بخلاص سوق بقى هذا يلا كلامن arintan ayaa ka cadeysiisay gudoomiye xisbiga wadane Cabdiraxmaan Xurro saxaafadda waxa laga helayaa 10 jeer uu jawaabay xisbiga wadane isagoo mar saaba isku soo wada duubo maalmadii shalay waxa uu xisbiga wadane ka bilaabay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool oo lolo ay ku raasanayaan taageerayaal Muuli Ismaaciil Haradiga Soomaali News TV Lascaanood